طيب بش نحكي على الجمال، بش نحكي على الموضة، بش نحكي على الفن وعلى الإبداع والابتكار. هو واحد من النجاحات الكبرى على مستوى مش فقط تونس، وإنما اسمه ولا معروف خارج تونس. سعيد جدا باش نحكي ونستقبله بحب كبير لاختيست لوكولوريست محمد برقاوي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بك سيدي، باش نحكي لاباس، نورتنا شرفتنا. ميرسي. بحذاك سي مجدي قربوج اللي هو مسؤول على التسويق نتاع العلامه هذه، دونك اهلا وسهلا مرحبا بكم. خلينا نبدا قبل كل شيء، اليوم العلامه خرجت من تونس وبدات تنتشر بشوي بشوي، ولا نحكي على كونسيبت كامل ولا نحكي على قصه نجاح؟ الفكره كيفاش قاعده تكبر بشوي بشوي؟ لوجيكمون واحد في الستاندينغ نتاعو كماركة معناها معروفة، معناها سواء او نيفو دو لوروب او نيفو دو لوريون ولا غيره، خممت انا وياه باش نعملوا ديفلوبمون تاع ريزو دو فرانشيز معناها نتاعو. بالنسبة لريزو دو فرانشيز زاد اخترنا لا ميور فورمول نعملوا في فرانشيز كلي اون مان، معناها بالنسبة للانفستيسور معناها نجم يتصل بينا نحكيو على كونسيبت حاضر، معناها بالبارتي ترافو بالبارتي انفورماتيك، معناها نخدموا في خدمة دو نيفو. قداش صعيب انك اليوم باش تسوق فرانشيز محمد برقاوي، على خاطر اللي نعرفوه انه محمد برقاوي بدا من الصفر، كون كل شيء، جرب، تقرا حساب كل شيء، تعمل ستركتور كامله تاع فرانشيز فيها لي سيرفيس الكل، بليون ما فما دو بارتي، هما ثم البارتي ان باش نقفوا معاه حتى ليكشي لوفرتور نتاع السانو، وثم البارتي دو اللي نحن نوفر كل شيء بالنسبه تو سكي ايكيب، معناها لي تكنيسيان نوفروا احنا حتى لي بريستاسيون انفورماتيك، نوفروا المانجر المواد الاوليه، زاد المواد الاوليه يعطيك الصحه، وثم بليزيور افونتاج اللي هي العلاقه نتاعنا مع لي فورنيسور وغيره. بالنسبه لنا احنا توا حلينا رانا فرانشيز الاولى في المازا 5، دونك وفرنا حتى اسباس انفون، اسباس كيتس للصغار، معناتها المراه اللي تجي تحط مع اولاد صغار تحطهم في السال داتونت بور انفون، فما انيماسيون للصغار، فما دي تي دي، فما بلاي ستيشن، فما التفاصيل هذيك الكل. ديما محمد كيف تجيب حذايا اكد على نوعيه الخدمه اللي تقدمها للناس اللي هي خدمه عاليه الجوده، معناتها مش مجرد انسان يعمل صبغه للشعر ويتعدى، راهو فيها كونسيبت كامل مع شخصيه الحريف، مع روحه، مع الالوان اللي فما، مع توندونس، مع شنو يلبس، مع شنو شخصيته الكل. معناتها اليوم محمد سر النجاح شنو هو؟ العمل، وانا الحاجه هذيك نحبها دونك مركز فيها برشا، اعطيها وقتي الكل. السوق ولا كبير برشا، فيه منافسين وانا نحب المنافسه، دونك لازمني نقدم للحريف حاجه مزيانه ويخرج فرحان ويخرج بالسيرفيس اللي حاجته به. ذكر انه فما حدث مهم هير كوتور ران اواي اللي تخدموا عليه بشكل معناتها جدي على الاخر، وين وصلنا؟ ديفيلي هذا تاع يحطوا فيه الكوافور وليزارتيست، لي زيدي نتاعهم تاع كوليكسيون تاع ديفيرون كوب كولوراسيون في سيزون معينه، هذا معناها نشوف فيه في الفيديو يعادل الفاشن ويك لكن المره هذه بالنسبه للشعر. يعطيك صحيت، هذه فكره سيبلي الموضوع. ذكر انه للاتصال محمد برقاوي تنجموا تلقاو توا كل وسائل التواصل والاتصال، ارقام تليفونات، كونت انستغرام، باج فيسبوك، تنجموا تتمتعوا بكل المعلومات اللي تحبوا تعرفوهم. في تيار ونعود. شكرا
ربطانكم مبروك والعام انتم حين بألف خير. سي محمد برقيوي لاختيست لوكولوريست، وسي مجدي قربوش الذاكر مسؤول على التسويق الخاص بالعلامة هذه. نشكركم، نتمنى لكم مزيد النجاح والتوفيق. الوجهة الأولى في تونس بالنسبة للناس اللي يحبوا على الجمال ويحبوا على الثقة، وخاصة على الحرفية العالية والجودة، محمد برقيوي العالم الأولى في تونس. جينا بوان وومن شو جديد، ليلة الشك أول عمل لها، سعيد جدا باستقبالها بحضنا الممثلة أروى بن اسماعيل. لك وحشة وانتو مزيدة نس كل 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 في بارك عايشك نورتنا شرفتنا ألف مبروك. مرسي بوك. علاش نو بالضبط نبداو برشا برشا فزيد برشا فزيد ديما جديد هكا نقعد و... أما إذا اليوم نقيم 2023 وحتى دخلت 2024 تعتبر أعمام باهية بالنسبة ليك. وي فما برشا ناس دخلوا في حياتك هاي. على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي. صحيح باهي. أنا صحيح تو تقول لعراف قدامي عرفت ما في باليش بيهم أنا الحكاية هذوما. لا أي. يمكن ما في باليش أنهم جوا مع بعضهم أو أي. عمرك ما خممت أنك جوا مع بعضهم؟ لا جملة وكأنه دعوة خير. الحمد لله استجاب لها الله. الحمد لله. رمضانك مبروك وأنت زيدة رمضانك مبروك، وإن شاء الله رمضان مبروك على الناس كل وينعاد بالصحة والخير والنجاح يا ربي. رجعت في رمضان مع سامي فهري أي برنامج تضحك تخرج تجربة جديدة. وي جيك تليفون أي جاني تليفون الحقيقة من الأول ما في باليش معناها البرنامج تابع سامي، قلت شنية الحكاية، وأنا وقتها لي في الخدمة وفي البرايف وكل. من بعد قالوا لي راهو البرنامج مع سامي، تقابلت أنا وياه على فكرة. قداش عندي نخدم في الحوار، موجودة لهنا في الحوار، معناها من أول ما بديت ديجا بديت في الحوار. وقتها أول مرة نقابل فيها سامي. شو الحديث اللي دار ما بيناتكم؟ على الخدمة. فرحت برشا اللي هو معناها كان يتبع في الخدمة وفي الاسكيتش اللي كانوا موجودين في الاميسيون، والبروفيل معناها هذيك هو اللي خليه يفكر باش نكون موجودة في البرنامج. شنو هو تضحك تخرج؟ شنو هو الكونسيبت؟ مجموعة من الممثلين موجودين مع بعضهم، معناها المكان ما يتغيرش. الديفي اللي موجود هو ديجا على اسم البرنامج تضحك تخرج. اي والاكثر كونه راو الممثلين معناها اللي موجودين برشا كوميديين، معناها راهي صعيبه كونك انت معناها باش تبدا موجود ما بيناتهم اللي فما شكون فيهم معناها تقولوا حتى سلام تضحك بتغزر له العينيه بركة تضحك باش تشد روحك معناها الوقت هذاك الكل. به مع تضحك تخرج نهار 14 فيفري عيد الحب عملت العرض الاولاني للمسرحيه نتاعك ليله الشك. والحمد لله بطيت المليح يبطا ولا الخوف يخليك تحسب ألف حسبة برشا الكل ما بعضهم. قديش من واحد جاء على الكرسي هذايا وفرحنا له بعمل عمل عرض واثنين ومن بعد سكر الحانوت؟ لا إن شاء الله لي على خاطر التجربة كانت عن دراسة طويلة برشا من ناحيتي أنا معناها في الخدمة في الفكرة، من ناحية المجموعة معناها الإكيب اللي باش تكون موجودة. علاش خذيت برشا وقت أروى؟ الحقيقة أهم عامل للإنتاج مادي معناتها. أي النص موجود والفكرة موجودة. لا الحقيقة النص راه كان معناه ما نجمش نقبل نص حاضر كيما هو ونطلع نخدمه، لا يلزمه يكون خارج مني أنا. كانت فما فترة معناها متاع تحذيرات متاع نص، لكن بعد وقت الخدمة معناها تبدل النص. ليلة الشك نص نور السعيدي عمر الترفيوي إخراج الصحبي عمر. المسرحية تحكي على هندة طفلة تحب تعرس تحب تقابل فارس الأحلام متاعها.
لكن قبل الصديق بشوية تتراجع. المسرحية تطرح العلاقة ما بين الكوبل، تحكي على الجو الاجتماعي للتونسي، على الجو النفسي للتونسي. فما جانب من اللي قدمته في سكتش التلفزة، معناتها اللي كرأس المال اللي تبنيه على سنوات، هزيته معاك في 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 قفة مسكرة للمسرحية. أي على خاطر انا في الـ في الـ في البدايات معناها كانت سكتشات انا ووليد الزين، اللي هي ديما نحكيو على لي كوبل، على مشاكلهم، وفي الشارع البرة معناها تعرفت بالبروفيل هذيك، والعبيد حبت الشخصيات هذوكم، حبت المراه هذيك اللي مع راجلها في مشاكلها، اللي هي زاد انا راني حتى هذوكم ما جبتهمش من عندي، حتى هذوكم زاد مستوحين معناها من العبيد اللي عايشين معانا، من الكوبلويت اللي فيه معانا، اصحاب عائله اللي تحب انت، معناها هذيك هي مشاكلنا، فهمت؟ فعلاش انا نخلي حاجه ولا كارتة انا ربحتها مع الببليك، اللي انا الخدمه شكون قدمتها للببليك، معناها انا نعرف هو شنو يحب وفيش حب اروى بن اسماعيل، علاش نمشي لثنيه اخرى؟ باهي خلينا نشوفوا اجواء العرض الاول. اروى بن اسماعيل، ليلة الشكل. حبيبي حبك انا حبيبي برشا، هوب 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 حبك انا حبيبي، هوب 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 حبيبي هوب 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 أروى اخترت المسرح التجاري؟ راي ماهيش ماهيش عيب الكلمة، معناها مسرح تجاري هي هي الممثل خدمته هكا ولا فهكي، باش يخدم عمل باش يخدم عمل باش يدخل به فلوس زيادة، معناها ومسرح التجاري شنو معناها؟ معناتها خفيف يضحك، الهدف نتاعو هو انه يرسم ضحكة. هي المسرحية بالأساس مونودرام أما كوميك، وراو معناها كي نقولوا مسرح تجاري مش هنا نضحكوا وكهو، ماهيش ديفان معناها محطوطين، ماهيش دي سيتواسيون معناها وحدهم، هي المسرحية خرافة كاملة متاع شخصية تحكي في حكاية، تحكي في قصة حياتها، وتنقد في وضعيات وتنقد في مشاكل اجتماعية لكن بطريقة ساخرة، واللي هذا هو مفهوم الكوميديا. من القائل؟ أروى بن اسماعيل ممثلة مسرحية وأستاذة مسرح، ثلاثة أسطر على أستاذة مسرح، عرفتوها في التلفز في سلسلات هزلية وفي سكتشات، من الآخر عرفتوها في حاجات ضعيفة وبدوره ومتوريش الطاقة الحقيقية وإمكانياتها الكبيرة. كان صدقني ربي دلي دمق دلي دمق. هل اليوم تصادق على الكلام اللي قاله دلي دمق ولا ليه؟ اشتر بشتر، خاطر انا ما نعتبرهمش تافهين، وسكتشيت اللي خدمتهم ولا لي سيت كوم اللي خدمتهم تعرفت بيهم، وهما اللي خلوني نوصل للحظه هذية وتوصل هندا تطلع سورسين، وفيهم خدمه كبيره، ولا الجانب الكوميدي اللي في الشخصيات هذوكم ما همش سهلين، باش تخلق انت في ثلاثة أربعة دقائق في برنامج باش تخلق الضحكة هذيك وباش توصل للسبونتانيتي معناها هذيك مع الجمهور ما هوش سهل. استنيناك في ديو مع وليد الزين، علاش كل واحد مشى في ثنية وحده؟ قلت لك الظروف كانت بالاساس انتاجيه، خاطر العمل اللي كان بيني وبين وليد عنده توا قربت ثلاثة سنين قعدنا معناها نحضروا في الفكره، وصلنا ايامات معناها مش ايامات، وصلنا بريسك شهر ولا شهرين برايف وبرفنا. عرفتوا على مسيو بروب؟ اي لا مش مسيو بروب، مسيو بروب من بعد هو خدمها وحده. دونك لا من الاول كان عمل اخر ديو انا وياه، فهمت؟ لكن كانت المشكله في الانتاج، ما لقيناش وقتها، تحيه لوليد الزين صديقي واخويا وكل شيء، ما لقيناش بواد دو برود. بعد العرض الاول نعملوا مراجعات اكيد، الوقت طويل شويه
ساعتين برشا حتى على المشاهد باش تختزل الوقت اكثر. اي طبعا خاطر هي راهي في الاساس انا في البرايف الحقيقه كي برفنا معناها نتاع ساعه وسبعة دراج مع شويه تراك مع شويه معناها امبرو مع الببليك وكل وصلنا للساعتين غير درجين. الوغ توا مراجعه عملوا له جديد وقبل كمل نحكي كلمتين بالقدي ومحليني هكا و... ما تغدش اللي قال الدنيا دوارة وإن سألتم الله فاسألوه البخت. هذا شنية وإن سألتم الله فاسألوه البخت. كنت استنى بالخمسة سوية باش تتعدى في سكيت شماست والكل غشة واليوم كيما قلت يا زيدا كنت تستنى في خمسة سوية باش تتعدى مع أي أم في تي. أما مانيش ماست وما نعملش في الغشة والفقرة بتاعي أنت حكمت عليا ماستا معناه واليوم أروى قاعدة في بلاصة الانفيتي وبش تتعدى معايا. الله الله بيسالش نحسبوها صدقة جارية لشهر رمضان. أروى تفضل. شكون المخرج نتاع مسرحيتك الجديدة؟ صحبي عمر. مانيش نحكي على صحبي عمر. مالا شكون؟ أنا نحكي على مخرج اللي أروى بن إسماعيل ضيعت له وقته من ربيع اللي فات وهي تقوله بش نعمل وان ومن شو واللي فكته من عائلته على خاطر سيف كامل وهو يبرد معاها وضيع برشا خدم على خاطرها باش في الاخر تجبد بيه وما عادش تهز التليفون. الشيء اللي خلاه بعتلك ميساج وقالك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شكون المخرج وشنو السبب؟ بي انت ساعة حكيتها هكا ياسر مهولة الحكاية هي مهولة هي مهولة. ليلي. نظهر كأني أنا معناها خايبة في الحكاية. لا مش خايبة غدارة. يا جبت بيه أنا غدارة وقالك حسبي الله من اللي, ونعمل من اللي صار عليا شي تسمى حسبي الله ونعمل وكيل. قالك كل واحد حر شنو يحب يقول. هذي دعاء خايب برشا وأقوى كلمة هي حسبي الله ونعمل وكيل. بيزي معاش تعودها الساعة وإحنا في عواشر. أي ما يا هادي إحنا في عواشر من المفروض تتربط أنت يسكت. اي مولاش وطني تشدوا في رمضان ما يخرجوش. اي ليه 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 الحكايه لحظه بالحق الحكايه مش هكيكه ساعه هو في اول في اي عمل ما ظهر لي ما معناها قابل كونه شكون يكون موجود في المجموعه وشكون يخرج ونجموا نتفاهموا ونجموا ما نتفاهموش. وفكرتي انا معناها هي بالاساس العمل راو الفكره نتاعي انا راو اللي حبيت نخدمه انا ما قال لي عليه حتى حد وما نجم يفرضوا عليا حتى حد. والموضوع موضوعي انا والمخرج كلمته والخرافه خرافتي انا والمخرج كلمته انت. اي كلمته صحيح ما انا ما نقولش ليه كلمته المخرج. عنده تجارب سابقه ولا مخرج؟ لا عنده تجارب سابقه في التمثيل وفي الاخراج. دونك انت عيطت له تحب تستفيد من التجربه نتاعو. اي برفته. لا 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 فوالا هذه النقطه اللي نحب نوضحها ما برفنيش لانه خاطر في الصيف وقتها ديجا الاولاد اللي هما توا عمر ونور ديجا وقتها عاملين لاتولي نتاع الكتيبه واضح هذه الاولانيه. اما يجي ويحضر؟ لا والله لا. وهاو عويسر شنو تحب نحلف لك معناها والله لا. في عركته مع مرته. انا شنو دخلني؟ من وين يمشي المخرج؟ من نعرف عليه انا وين نمشي الباصي هذيا نعرف عليه انا وين يمشي. علاش بعث لك حسبي الله ونعم الوكيل؟ على خاطر انا وقتها كي عيط له قعدت نحكي انا وياه على المشروع وتقابلنا صحيح تقابلنا مره واثنين وثلاثه واربعه وماهيش باش تكون تتفاهم مع حد معناها معناها قهوه وعديه وكسيبون عنا مع بعضنا وكاو معناها باش نحكي معاه في الـ في الـ في, الـ في المسرحيه باش نشوف هو توجه شنو باش يسمعني انا باش نشوف نجم نخدموا مع بعضنا والا لا. معناها هذه اللي كانت اللقاءات هذه كان الموضوع نتاعها. اي من بعد ما تفهمنيش بعد في كي حبينا نخدموا مع بعضنا ما تفهمناش في اسلوب الخطاب في طريقه التواصل اللي هي مهمه برشا باش تكون في وسط مجموعه. اهم حاجه باش ينجح العمل يلزم المجموعه تكون متفاهمه وتكون تحب بعضها ماهوش كل واحد يجبد ليه واضح. فكريت انا تقلقت المجموعه تقلقت ما والكل معناها ماهوش رايي انا. قلت له سامحني ما قلت له حتى شيء. شنية
علاش ما هزيتش التليفون وقلت له نعتذر؟ ليه كلمته؟ انت كي عندك اشتر الحكايه ولا كي قال لك هو ولا ما عرفش عليك منين جبتها، علاش ما حكالكش بقيه الحكايه؟ اللي انا تكلمت واعتذرت وقلت راه معناها باتفاق من المجموعه الكل، الله غالب وان شاء الله في عمل جاي وتصير. اكيد تصير. تصير. دونك حسب. اخي علاش انا ما تحطيتش قبل في خدمهم من بعد دانكو لقيت روحي مانيش فيهم وعلى غير حتى لا اتصال لا لا نتاسف ولا حتى شيء، تصير معناها. ما راني الا من بعد سمعت كلام ماهوش باهي. انك ضيعت لوقته ولا عمل عليك اي وليت انا ضيعت لوقته معناها انا خذيته من صغاره انا خذيته من مرته ليه ما يجيش عيب وكونك ماهيش غلطه كونه قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك وي قال لي معناها ليا انا توجع واللي هي وسبق خدم في اعماله ويعرف معناها ولد الدومين ويعرف وتصير على الاخر أروى بن إسماعيل غير إنها غدارة كيف كنت نحكي لكم وما عنديش كلمة هي زادة متحيلة أروى وممثلة أخرى معروفة أكثر منها شوية كلموا رجل أعمال تونسي قالوا له باش نعملوا عمل فني نحبوك تدخل معانا كمنتج تعطينا فلوس ويرجعوا لك الدوبل يا أخي لا رجعوا له الفلوس لا رجعوا له الدوبل وأروى تبقى روحها تبحث في قضية تحيل ومهدى بالدخول للسجن ليه مش هكيكة ما ساعه ما قبلتش للمس مشيت تبحث في قضية تحيل ولا اي مشيت متحيلة وصححت التزام اي وي صححت التزام اي في المركز اي انا بداخلة من بيرو لبيرو وترشنية وذاك يسيح من غادي وهذا عايت من هنا وانا منيش فاهمة حد شي منيش متحيلة بل تحيل عليا على خاطر طيبة قلبي هذه معلومة الساعة ضيفة نقطة ضعف طيبة قلبي انت اي ليه حسن نيتي معني شنو الحكاية تنقلك نيتك بهي ولا ليه والله بهي ليه ليه عاد هيجي والله ليه الحكاية وما فيها شو هزك الدعادع هذي انت خطيني والله خطيني قالوا لي ما هك معانا هغاني معاكم هك اي كيك اي ما ولا تربى يلزم تاكل شنو الحكاية فما نجم نقولوا منتج معناها خاطر المنتجين كلهم بتبيع مش بشرط هي رجل اعمال استحفظ بها روحك المعلومه ذيك فهمت ونعرفوا اتصلت به ممثله اللي هي عندها نص وعندها سيت كوم وقتها بشي تخدم وتقابلوا مع بعضهم وراتوا الفكره وراتوا النص اللي هي بشي تخدم السيناريو هذايا ووقتها انا لهنا في الميسيون في فكره سامي معناها معاك انت هادي وقالت له اللي سيت كوم باش يتعدى على الحوار وراه موجوده فيه الممثله أروى بن اسماعيل سجل باش تصلحهم الكل فهمت انا هذية ما في باليش بيه راني من الاول معناها هي كي قابلته انا ما في باليش بيه تفهموا خذيت افانس من عنده شيكيت ولا معناها صحلها على شيكيت اللي هي من بعد باش نمشيوا للتصوير وللتورناج وكذا ودرا شنو الكل علاش وصلت للمركز والشكاية؟ على خاطر هي من بعد كي كلمته انا على اساس الوسيط ما بيناتهم دخلت قاصته معناها انا باش نفض الحكاية نظرا كوني نعرفها هي ونعرف السيد هذي واضح؟ هي قالت له اوكي الفلوس من بعد تلقاهم عند أروى قديش قيمتهم الفلوس؟ اقسم بالله يمكن حتى كان نقدم القرض ما ناخذهمش 300,000 دينار ضربت شي منهم حويجة منين؟ ورجعوا الفلوس ولا ليه من بعد؟ من بعديك هم اللي انا كمشيت نحكي معاها والمشكله علاش رصات في المركز والتزام انا كمشيت نحكي معاها معناها بس انت هددته هذيك عليك عندي مش تهديد وقت اللي نولي نحكي مع انا نحكي معاك بالسياسه وانا ما عندي حتى دخل في الحكايه كي انت تحب تلبس هالي وقتها انا باش نولي ندافع على روحي شنو باش نقول اوكي اعمل اللي تحب عليه والقانون ما بيناتنا كان فما حاجه تثبت اللي انت عطيتني فلوس ولا انا خذيت من عندك فلوس ولا انا جيت قابلتك وهاكا اللي كاميرا في البيرو موجودين كان انا نهار عفستو البيرو ولا ريتني حكيت معاك في الموضوع هذا تفضل يا اخوي وتو نكلم فلان هذه تعتبر تهديد دونك شكي قاعده وفيت الحكايه غاديكا قاعده انا على روحي يتصلوا بيا في المركز اللي من 10 ساعه هي الحكايه نجم تكون قانونيه والا لا فهمت
مشيت باش نشوف شنو هي الحكايه، نلقى روحي اللي انا السيد شاكي اللي انا مشيت له للبيرو واللي انا هددته واعتديت عليه وخرجت لبرا للكولوار ونصيح ونعيط وعملت له شوشره وفوضى وهذيك شنو كل رصت لي اخويا في التزام. جيت داخله قاصطه ما بين زوز رصت لي نصح في المركز. اها ليه نستاهل؟ ليه نستاهل؟ هذه نعترف مانيش متحايله ما نستاهل. القانون لا يحمي المغفلين يا اروى. يا سعاد متحايله ومغفله وش بيك؟ من عامين ما عملت حتى دور في التلفزه، شو السبب؟ اسمه ونصيب. اسمه ونصيب كما بديت انت من الاول. ماهوش شبيك مركزه معايا برشا؟ غيبتك غيبتك خاطر انا قعدت نخدم وانت ليه؟ يا ماهوش صحيح. خاطر انا عملت مسرحيه وانت ليه؟ ماهوش صحيح اروى. جاوبني عاد. قديش؟ ليه ما تجاوبنيش خير؟ ليه 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 ما بعدي بالعاني ما تجاوبش ليه ليه بالعاني باش بالعاني باش بعد الفقره ما تتعديش كيما سكيت شيتها. اروى قديش من سيناريو قريته وقديش من دور خذيته من بعد ما عادش يتهز عليك التليفون؟ هذا اللي قلته من الاول برشا وخاصه في رمضان. شكون المنتج اللي حطك في مخه وقال لك بالحرف الواحد على جثتي كان مازلت تمثل ولا يعيط لك مخرج؟ انت مادام قلت هالحكايه معناها مادام تعرف الاسم. نعرف الاسم ونحب نقوله. لا ليه بجاه ربي ليه؟ نعدي تصوير كل الاعمال اللي عملها رمضان وقلت لك وحلفتك قلت لك بجاه ربي ليه؟ لهالدرجه انسان يوصل اللي يقول لك على جثتي تمثل؟ الحقد هذا الكل منين جاء؟ ما مانيش عارفه والله العظيم لاني عارفه خاطر علاقتي اللي نعرفها معناها طيبه مع الناس الكل. اي مش انت باش تقول لي باش تاكد لي هذا. نعرف اللي علاقتي طيبه مع الناس الكل ما عندي حتى مشكل. يمكن خدمتي هي اللي تنجم تكون مشكل، اللي نقدم فيه نجم يكون مشكل. بالعكس خفيفه روح انت. هذا اللي نعرفه، هذا اللي نعرفه. على جثتي هذا تاع واحد عملت له عمله اي وكشكل من اشكال الانتقام. والله لا عندي اللي عملت، والله لا عندي ساعة عملت. ساعة وما حاولتش ان نركز في الموضوع، وحتى المخرج اللي اتصل بيا معناها وبعثوا لي السيناريو والسيناريست اللي كتبوا كل من بعد ما حبيت خاطر نعرف اللي الحكايه ماهيش عندهم هما، معناها باش نعاود نحشمهم زي ساعه كان باهي معاك وصل شري لك كهرباء حسب علمي. شريتها بذراعي الكهرباء وبفلوسي وبخدمتي. بالخدمة معاه؟ إيه نخدم معاه، أنا هباطة في مرشي ولدي نخدم أنا خدمتي ممثلة، معناها كي نخدم بالكدي. عمل نتقاضى عليه أجر. خلصك بالكدا نقصد. بالله شنية الكرم؟ شنو عملت؟ رافية نطلع عليها بأربع درجات، شنية الكرم؟ شنو عملت له المهم؟ ما عملت حتى شيء، خدمت أنا خدمت على روحي. يا أخي قال لك ها وجهي تقلق، يمكن تقلق من خدمتي، أتقلق من انضباطي، اتقلق من محبة الناس ليا وقتها في البلاتو، اتقلق من اللي انا من الخدمة هذيك جاتني خدمة اخرين واللي هو من بعد سكر علي البيبانة، قلتها انت من الاولى رجعها انا توا، حسبي الله ونعم الوكيل. واضح. شكرا لك باباراتزي. اروى بن اسماعيل، الاسئلة النارية بعد اسئلة الباباراتزي. اروى بن اسماعيل، الاسئلة النارية، مثلك الأعلى في التمثيل في تونس هي الممثلة فاطمة سعيدي. أطلب الاعتذار من هذه الشخصية بعد أن تدخلت معها في فقرة في برنامج تلفزي. حتى اعتذار عفيف الغرب؟ لا، ونقولها ونعاودها ونقعد ديما نعاودها. خدمت خدمة فقط، وقتاش نعتذر من حد؟ وقت اللي نغلط في شخصه، وقت اللي نغلط فيه هو. كلامك مع عفيف الغربي كان فيه الشخصي؟ لا، عملية التجميل والعمر وال أنا وقتها البيرسوناج اللي دخلت بها. يا هيدي يا أنت زيدة توا باش ماكش مدينة باعتذار؟ لا، توجعت وبعدك أنت ما عادش تحب تمشي لحتى حصة. أوه يا أختي، أنا معناها كنت السبب طبعا. ليه أنا كي كنت السبب علاش ما تقلقتش وقتها وهي في البلاتو؟ فاقت من بعد كي شافت روحها في غيب. شني كي شفت روحي؟ شفت روحها في التلفزه. بلا احساس انا جاب ربي. كان جيت بلاش احساس وصاير فيا هذا كل ما، لكن جيت حاسسه كيفي. اكثر كلمه توجعني كيف تتقال لي؟ بلا احساس. مصلحه السكتش أي. فوق مشاعر ضيفك. اي
انا نرجع لك السؤال اللي كنت انت لهنا في خدمتك كي تبدا عندك اسئله باش تسالهم تقول لي ينجم هو يتقلق وما يتقلقش. نحب نعطي شخصيتي لجسد هذه الممثله. خاف لا نطلع كراكوز مثلا. مثلا رانيا تومي ما حليه بدنا عليها هي تخيلني انا رانيا كيفاش تطلع التصويره معناه. اكثر حاجه تضحكني اروى بن اسماعيل. تضحك على روحك. اي الشخصيه هذيك علاش نقول ما نطلبش الاعتذار حتى انا كي نخدم مانيش اروى وقتها وامبوسيبل النجم نكون ولو للحظه انا اروى بن اسماعيل قاعده مع الانفيتي هذيك وقت اللي نبدا نخدم. مستحيل نقبل باش نعاود هذه التجربه. كرونيكوس هاي مانيش غادي. لا ما لقيتش روحي الحقيقه. دور درامي تمنيت تمثله. شخصية حبيبة في نوبة. في النوبة. مش ظلم إن نحصروك في الكوميديا أروى؟ والله علق صدقني. والله ظلم مرة توسعين أقسم بالله خاطرني ممثلة ممثلة بأتم معنى الكلمة مش نقول فيها على روحي معناها وحدي. والله والله ظلم خاطر اوكي في مرحله خدمت ووريت الجانب الكوميدي اللي في التمثيل واللي في الاداء في انا لكن مانيش غادي برك. نحب ثنائي مع هذا الممثل كريم. غرب. كريم الغرب. انا مدينه في مسيرتي لهذا الشخص. كريم بالحق والله خاطر اول باساج كان عندي في التلفزه في ديما لاباس وقتها السبب كان كريم مع عزازه وقتها مع عزازه وهما حاجتهم شخصيه وهميه بشخصيه وهميه فوالا وقتها اللي تنجم هكا تقد روحها ودرا شنو كذا يا اخي كريم مع ليكيب وقتها مع الاولاد بروبوزا معناها بروبوزا للاسم نتاعي وكلموني ومن وقتها من نهار اللي دخلت للبلاتو كملت على طول. علاقتي بسونيا بن مقاسم هي علاقة؟ علاقتي بسونيا بن مقاسم هي علاقة؟ كانت علاقة خدمة. وتو؟ عندي بها حتى علاقة. تقول سونيا بن مقاسم اللي ننجح معاه في عمل نهز معايا العمل الآخر. وأنا ما نجحتش معايا في العمل. زينة وعزيزة كان عمل فاشل على الأخر. شخصية عزيزة كانت فاشلة على الأخر حتى حد ما يحكي عليها حتى إنسان ما قال فيها كلمة باهية لا الممثلة لا الشخصية. عمل فشلته الممثلة وفشل من خلال الشخصية شخصية عزيزة معناها علاش باش تعاود التجربة مرة أخرى. ما كنتش تتمنى أنك تكون في سندريلا؟ ليه؟ اختها؟ لا اختها لا بنت عمها لا ولد خالتها. لا بالعكس سندريلا عملت عدة في الوطنيه وكان عمل تشيف. اهم حاجه نعاودها بالنسبه لي انا في الخدمه المجموعه اللي نتعامل معاها والحمد لله يا ربي في الخدمه هذه توا طيح بي يا ربي مجموعه الحمد لله يا ربي ربي ورضايه الوالدين. انا ما نجمش عبيد ما تحبش الاخر وما تحبش الباهي للاخر كيما تحبوا الروحه. ما نجمش نخدم مع عبيد تفك الروحه واللي راهو اصلا مش انا بركه معناه راهو اللي يخمم بالطريقه هذه واللي عنده المنطق هذايا في التفكير ما ينجم يكون كان على طول المدى انسان فاشل. لانه انت ما تنجم تنجح كان بالمجموعه. انت اللي هنا تتهم فيها بالفشل. انا قتو سميت سونيا بن مقاسم ما سميتش. انا قلت الانسان اللي عنده فكره كونه هو السيد ولا بلاش بيه معناها ما يصير حتى شيء راهو اليد ما فيهاش صبع واحد. راهو اي عمل فني هو بالاساس مجموعه مهما كانت لتاش متاع اي حد فيهم. وحدك راك ما تنجم تعمل حتى شيء. باهي، ما أجمل الخاتم في يدك. شكرا. باش نحكيو على الخاتم هذا على كرسي الحب بعد قليل. أروى بن إسماعيل على كرسي الحب وأخيرا أروى.
واخيرا تجوزت يعني المحاله ما زلت هي لو يمكن الاغنيه يمكن من بين الناس اللي تعاملت عليهم عروة بنت اسماعيل. شو اللي كان مش ماشي في الحب؟ كما اي علاقه معناها عادي، مشاكل تقع ما بين اي كوبل ما يتفاهموش، كما اللي فما برشا حكيت عليهم هنا في المسرحيه، حكيت عليهم هنده معناها في المسرحيه. هزيت من قصص حب بتاعك للمسرحيه. اي الرجل التونسي اذا كنت تحب توصفه بكلمتين شنو تنجم تقول عليه او بجمله قصيره؟ والله لا يتفهمها اللي هما يقولوا احنا نساء ما نفهموش، الرجل التونسي ما يتفهمش. كيفاش؟ كل مره بوجه، هذه الاولى. في بدايه العلاقه بوجه، في وسط العلاقه بوجه، معناها كي نحكيو نقولوا وهما اصحاب نوع، وهما مخطوبين نوع اخر، ومن بعد عاد معرسين نوع اخر جمله واحده. حتى انت كيف كيف؟ هما وين تهزها؟ لا المراه وين تهزها؟ في التعارف تمشي معاك. في التعارف وجه، وقت الخطبه وجه، وقت العرس وجه، وقت اللي تحبل وجه، وقت اللي تجيب صغير الاول وجه، وقت اللي تجيب برشا صغار وجه اخر. كان تشوف هو قديش هو ذوما الكل يعملهم فينها. أقويك. والله العظيم يعملهم فينها. او اللي بشرطبت باروى بنت اسماعيل يلزموا دماغ من نحاس واعصاب من نحاس. يهديك يا يصلح رايك. العرس جويله كلموه. عليه؟ ليه؟ ها باش نقول لك ليه فنانه متطلبه صعيبه في معروحه صعيبه مع خدمتها اولويتها خدمتها. هذوما حاجات يخوفوا الراجل. يخوفوا وي، ويمكن في غيره هذوما الحاجات اللي كانوا عائق بالنسبه لعباد اخرين معناها، فهمت؟ لكن هذوما هو حاجات يعرفهم وما هي العشره تو. مبروك، يبارك فيك. تصاور الخطبه داروا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات. هبطتهم باش تفرحوا لك ولا هبطتهم؟ انا فرحت، هبطت باش الناس اللي تحبني تفرح معايا بكل تلقائيه، معناها لا حطيت لا دب لا قلب لا سمايل لا حتى شيء. غيرك يد ويد؟ اي يد ويد، ما يوريش الوجه. ليه عليه؟ اخي جايبته من ستوكهولم، انا خايف عليه اخي، ما هو راجل كالرجال الكل. وكاو كما قالت هند، كل وحده مغرفتهاش هزه، الله اعلم انا شنو هي اللعبه. عادي. علاش تنشر حياتك الخاصه بهذا الشكل؟ فرحت وعبرت عن فرحتي، ما عندي ما نجم نخبي فيها. ما بتخافش؟ ما بتخافش من العين من الحسد؟ هي لاباس. ما تخافش انه فما ناس تدخل تحكي معاه؟ هذاك عاد كل وحده وضميره خي، انا خاطيني معناها سهله هي الحكايه. تكسبوزيه للناس وتعرضه، مو زاده فيها خبيثه من نوع اخر. شو بيك هيدي؟ معناتها سي حجزه. لا حجزه يولي ما هاوك كيف ينجم يعمل حاجه ما يفيها وفيها. والله حرقتني يا هيدي، معناها قلت على نفس الكرسي بتاع فكره سامي فهري اللي باش نعرس به نحبه مفلفل وعنده كرش ومش من المجال الفني. هذايا ماهوش من المجال الفني، متفقين؟ اي مفلفل ما نعرفش، اما اللي هو واضح اللي هو ما عندوش كرش. ما عندوش تتربى بالعصب بالماكلة بالقاعدة كي باش يلقى برشا جو هكا وامبيونس، عنده ممثلة راهو في الدار معناها جو تتربى الكرش مش مشكل. صنافة أنت؟ إي ربة بيت ممتازة. ربة بيت على ومالكة في لا مش ملكة في بيت زوجي، وخذ بيدي إلى الجنة. ذيك كل واحد وفعله وين باش يهزه، وكل واحد وشنو وين باش يمشي في ثنيته. أما لين نعطي قيمة لحياتي الخاصة، لحياتي اللي باش تكون معناها المستقبلية الزوجية، كل حاجة في بلاصتها. شو اللي خلى العلاقة هذه تتوج بالارتباط الرسمي؟ وشو اللي لقيت فيه الشخص هذا اللي يمكن ما لقيتوش عند ناس أخرين؟ الصدق، ويمكن الحاجة السبيشال معناها اللي كانت في العلاسيون اللي هو نعرفه أنا من 2000؟ 2000 مادام عندك 2000 معناها عندك الباقي. 2006 وستة. من 2006 ما لبست الخاتم كان 2024. وهو مش يقول لك ساعات حتى تمشي تحكي معاه بسي ولا حاجه، يقول لك اذا كان فما شويه مشاكل اعملوا ترتيحه معناها، اعملوا ترتيحه كل واحد بريود هكا. احنا البريود هذيك في عود جمعه شهر شهرين، قعدت 16 سنه. والعرس وقتاش قلنا؟
جويليا ان شاء الله. معناها قعدنا بعاد على بعضنا 16 سنه، تختبنا في شهر وعرسنا باش نعرسوا معناها في 4 شهور. والعرس اروى انت من النوع اللي تحب تعمل زازه كبيره فرحه ودنيا، ولا تحب تعمل حاجه مضيقه للصغار؟ ليه شنو للصغار في الروضه هنا في القارب؟ ليه من النوع اللي تحب تعمل زازة ولا حاجة مضيقة معناتها؟ لا نحب أنا فرحانة ونحب الناس اللي بالنسبة لي أنا اللي دايرين بيا كلهم مقربين. وهاك من توا ها؟ 7 أيام و7 ليالي. مش موجود لا مش 7 أيام و7 ليالي الحقيقة، لا عندي جهدها ولا عندي وقتها وعندي خدمة جايتني وعندي سبكتاكل إن شاء الله ربي يوفقني فيه. معناها أما نحب الويلة لم فيها حبيبي وناسي وصحابي وناس كل. ربي يهنيك. حضر للمسرحية ولا حضر؟ اي حضر. شقال لك؟ وربي حضر معايا. خاطر على فكرة بعد المسرحية تبدل الديسكور. كيفاه؟ ماني وليت أي فهم، وليت أي حاجة نعملها. شبني على أساس محسن أنا معناها؟ لا يا ولدي مش غادي والله لا. وأنا أفخص اللي قعدت برشا في البرايف معناها 5 أشهر وليت من غير ما نشعر نفلت، ما تعرفني فهمت؟ نفلت وبعد نرجع نشد فراء. هي البرشا. دونك خليني نذكر بحاجة مهمة، أنه المسرحية تعرضت بنجاح كبير ليلة الشك أروى بن إسماعيل، وأخيرا المولود هذا خرج. الحمد لله. احنا داخلين توا على فترة مهرجانات صيفية، نتصور أن المسرحية جاهزة كذلك للعروض الصيفية والرمضانية زيدا والرمضانية. دونك الناس اللي حاجتهم بالمسرحية أكيد أنهم نجم يتصلوا بإدارة أعمالك. اللحظة بركة باش نشوف اش باش تشوف؟ باش نشوف ليدات، باش نشوف واحدة هيدي، راني ما مازلت مازلت جديدة في كثروا عليا التليفونات. 16 مارس دار الثقافة نابل، نهار 21 مارس مهرجان مدينة في صفاقس محمد الجاموسي، نهار 22 مارس مهرجان في لي جيمال في مستير، فوالا 23 مارس سونتر كولتوريل منزه السادس، 24 مارس سونتر ديزار دراماتيك في الكيف، نهار 1 افريل مهرجان المدينه في القروان، ونهار 5 افريل الحمراء في الزفير مرسى. الحمد لله يا ربي وانعمت فزد والله فرحانه، والله ما تصورش قديش فرحانه اللي شفت خدمتي، شفت حلمتي، شفت الحاجه اللي عندي برشا نستنى فيها وخدمت فيها اللي حبيته كل. وفي لافون بريمير معناها شفت برشا فرحه من الببليك اللي جاي يتفرج، من التعليقات من بعد، ولانه راهو من الاول خفت لا اروى تعاود في روحها تكرر في روحها شنو، لكن راهو المسرح والسين تختلف تماما على الكاميرا وعلى التلفزه، راهو ماهمش كيف كيف، معناها هوني بيرسوناج 3 دقائق 4 دقائق لبستها كذا كذا، هذه راي في على طول معناها المسرحيه شخصيات معناها تقمصت شخصيات اللي هي منها شخصيات نسائيه منها شخصيات معناها ذكوريه، دخلت في 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 محاور اخرين في معناها برشا وضعيات تطرقت لهم، يعني فما اداء نتاع ممثله ووفقت الحمد لله والحمد لله. وهذا نحب نرجع بالشكر وجزيل الشكر لشركه الانتاج اللي امنت بيا وما قاتليش على غالب، وما لغزمه وما نجمش خاطر انت هذه اول خدمه، على اساس معناها كل واحد ما كانتش عنده التجربه الاولانيه، الكل ثنيه فما نقطه بداية 4 سنين نسمع فيه ما نجمش الا غير ما نعرفش شنو باش تعطي خاطر انت ما زلت من الاول والحمد لله. شكر كبير لكل الفريق. شكر كبير لكل الفريق بالواحد بالواحد بالواحد، ما نحبش نسمي باش ما ننسيش، لو الاولاد الكل اللي هما فيهم بعض الشخصيات وخاصه الرومانسي. منال زيدا اماني نشكرها برشا اللي كانت تجي في البرايف وتحضر وكل، شكر خاص زيدا العزيزه اللي هي كانت السبب معناها من الاول في اللمه هذه نتاع المجموعه، هي اللي اقترحتني على شركه الانتاج اللي هي شركه الانتاج القاعده لوليد بن حاج، نشكره برشا وان شاء الله يا ربي هذه البدايه ومازال مازال ان شاء الله. نشكرك برشا. صاحبي زاد نحب نقول له يرحم والديك خاطر عانيني برشا بالعصب نتاعي وبذوكم الكل، عثمان زاد التكنيسيان اللي معانا، احسان زاد معايا في المكياج، ايمن في الكوستيم، ناس الكل ما نحبش نسمي مي الكل 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 اللي شفتهم هذا في الخدمه الكل ما تحبش تسمي هذا الكل ما تحبش تسمي. شكرا ليك مراد زاد مراد فوالا مراد
بوسه كبيره 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 برشا. شكرا شكرا أروى. ميرسي هدود، انت زاد يعطيك الصحه. بالعكس نورتنا وشرفتنا وفرحانين برشا لنجاحك، وان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن وترجع بحالك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، من اجل اعلان على سلسله عروض خارج تونس ان شاء الله كذلك. ان شاء الله يا ربي بقدره ربي في الصيف، وعندنا برمجه اخرى زاده، وان شاء الله في لقاء اخر نعاود ونعمل ان شاء الله. نشكرك برشا. نحب نقدم تحيه خاصه وشكر البولبيبه النايفر على الجميل والانيقه هذوما كل بالسبونتانيتي هذيا، نادرة أوسي على المكياج، وميرسي بوكو للناس الكل. ميرسي أروى بن سعيد. عايشك هدوء. كرهبتنا واليس وولف، كرهبة تمشي كرهبة تجي، وعندنا كرهبة مزيانة قمقمة سومها 118 مليون و800. الكرهبة هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا. خذ تليفونك اكتب حرف آ وابعثه على الرقم 85811، آ على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع. نستقبل بحب كبير الخبير زكريا بن جيزة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا هادي. لو كنت قدم لنا الكرهبة هذه واليس تقترح علينا الولف، شنو اللي يميزها الولف؟ الولف فات واليس الفكرة متاعهم أنهم يقدموا كهرباء عائلية كبيرة 470 متر، دونك 7 بلايص للعائلة التونسية. خاطر ديما واليس الفكرة نتاعو شنو هو؟ أنه يعمل كهرباء موجهة للسوق التونسية، ويقرأ معناها بالضبط التونسي شنو يحب والعائلة التونسية شنو تحب. في الأخر بكل هي ماركة تونسية وحابت تجيب لهم أن موديل أورينتي. الكهرباء هذه هي كهرباء نتاع عائلة تونسية للطقس التونسي، للكياسات التونسة خاصة، للعائلة التونسية، للحاجيات التونسية. بالضبط 7 بلايص. 7 بلايص. ما نعرفش إذا كان نقارنوها الكرهبة هذه بالكرهب اللي قدمتهم قبل واليس، هي نتصور الأكثر عصرية. مرة ذي عملت فحجة القدام اللي هي كانت قدمت سيارات معناها نوعا ما اقتصادية، حاولت باش تمس شرائح اللي هي بسيطة في المجتمع باش الناس تخدم، عملت برشا كراب باكية سهلين في الميكانيك كل شيء. مرة هذه مشينا باش نقدموا في واليس كهرباء اللي هي معناها متطورة تكنولوجيا، وحتى او نيفو ديزاين نشوفوا اخر تكنولوجيات، معناها بارتناريا كبير برشا هنا اللي تخدمت به الكهرباء، معناها عطانا تكنولوجيا، عطانا سلامة، عطانا برشا حاجات متطورين معناها. دونك نحكيوا لهنا على كهرباء تونسية بأيدي تونسية كفاءة تونسية. بالضبط، في نسبة انتجراسيون تتسمى تقريبا 40% من مكوناتها مخدومين في تونس، وقتها تولي اسمها تونسية. واضح. دونك نذكر انه الكهرباء هذه تنجم تكون من نصيبك، خذ تليفونك اكتب حرف آ على الرقم 85811، 85811. حظ سعيد للجميع.